نروح لأرض الملعب مرة أخرى والزميلة العزيزة سالة حامد ولقاء مع المدير الفني خوان كارلوس باستير. طيب مع إبراهيم المصري، يمكن الكوتش اللقاء التالي، ولكن دلوقتي هيكون لقاءنا مع إبراهيم المصري. اتفضل يا سالة. برحب بيك طبعا يا كابتن هيثم، واكيد بضيوفك الكرام وكابتننا الكبار في الاستوديو، بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت طبعا، يمكن معي في هذه اللحظات اللقاء طبعا مع واحد من نجوم منتخبنا الوطني طبعا كابتن ابراهيم المصري. وفي البدايه برضو ببارك لك يا كابتن هيثم، وبارك لكل الجماهير المصريه طبعا تاهل لمنتخبنا الوطني بالعلامه الكامله، الفوز في جميع المباريات الثلاث مباريات سواء الكونغو غينيا او طبعا الكاميرون النهارده، تاهل للدور الربع النهائي او الدور الثمانيه طبعا من البطوله. ويمكن خلي طبعا ارحب بك كابتن ابراهيم المصري. كابتن ابراهيم طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا عايز ابارك لحضرتك طبعا النهارده، مبروك. شفنا طبعا منكم اداء قوي جدا في الثلاث مباريات، شايف المباراه النهارده ازاي وطبعا تاهل منتخبنا الوطني؟ في البدايه الله يبارك فيكي، يعني احنا واخدين البطوله خطوه خطوه، عندنا ثلاث ماتشات في دور المجموعات. بطوله افريقيا ما بتديش من الدور الثمانيه او السيمي فاينل او الفاينل، لا بتبتدي من اول. بنحاول على قد ما نقدر المدير الفني يعمل روتيشن للعيبه كلها بحيث ان يوزع الجهد البدني على مستوى ثلاث ماتشات، بحيث ان احنا نبدا من دور الثمانيه ماتشات النوك اوت يبقى كله جاهز وكله على نفس الريتم. يعني قدرنا ان احنا يعني نحاول نلعب 100% ثلاث ماتشات اللي فاتوا ونبعد عن الاصابات في نفس الوقت، والحمد لله نجحنا في كده، وان شاء الله ربنا يكرمنا. عندنا انجولا او تونس دور ثمانية، وسيمي فاينال انجولا او تونس برضو، ف يعني ان شاء الله نحاول نكسب. بطوله مش سهله زي ما الناس بتقول، لا الفرق الافريقيه زي ما احنا شايفين بقت في عناصر مميزه جدا، بيلعبوا في الدوري الفرنسي وبيلعبوا في كاس دوري، الموضوع مبقاش سهل زي زمان يعني. ف يعني ربنا يكرمنا والتخطيط اللي احنا عاملينه يمشي زي ما احنا عايزين. يعني زي ما انت قلت طبعا، يمكن اول ثلاث مباريات في دور المجموعات شفنا يمكن المباريات كانت كمستويات ما كانتش قويه طبعا، يمكن شفنا مستر طبعا اخوان المدير الفني كان دايما بيعمل روتيشن ما بين كل اللعيبه بحيث ان كله يبقى جاهز للمباريات القادمه اللي هي المباريات الاقوى والاصعب. بالظبط، هو ده يعني هو ده التخطيط، ان ما فيش لعيب ياخد وقت اكتر من لعيب بحيث ان كل اللعيبه تبقى جاهزه. السكواد بتاعنا تقريبا 20 لعيب تقريبا معظمهم لعب، ف يعني هو دي الاستراتيجيه تقريبا في كل بطولات افريقيا، ممكن نلعب جامد من اول يعني نعتمد على مثلا 15 16 لعيب، يعني هنيجي في الادوار النهائيه الجهد البدني هيقل، لا كل الناس بتلعب بحيث ان احنا ما فيش اساسي ما فيش احتياطي، ننزل ماتش انجولا وتونس نبقى فول باور ان شاء الله. يمكن طبعا يا كابتن عايز اسالك برضو على استعداداتكم بقى ان شاء الله، يمكن المباريات الاصعب والتحديات الاصعب هتبتدي من المباراه القادمه ان شاء الله دور الثمانيه، هتستعدوا لها ازاي يا كابتن؟ طبعا الاستعدادات هتكون مختلفه عن الاستعدادات اللي فاتت. بصي مش مختلفه قوي، يعني احنا نفس النظام، بيبقى في يوم عندنا راحه بين الماتشات، بين كل ماتش وماتش، اليوم ده بيبقى فيه تمرين وفي اكتر من يعني فيديو، هو الراجل ليه نظام معودنا عليه حتى في الماتشات الوديه، احنا لعبنا كذا ماتش ودي قبل البطوله، هو نفس النظام، حتى لو ماتش ودي ضعيف او ماتش قوي هو نفس ليه سيستم وهو بيعمله عشان يعود الناس على الماتشات الجامده ما يبقاش فيه اختلاف، فهو النظام، هنتفرج على الفيديو وهنتمرن على نقاط القوه ونقاط الضعف في الفرق اللي بنلعبها ونعمل اللي علينا، وان شاء الله يبقى معانا التوفيق في الماتشات القادمه ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، وببارك لك تاني وبالتوفيق ان شاء الله المباراه القادمه. شكرا ليكي وربنا يكرم ان شاء الله. شكرا لك، شكرا سلام. طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع واحد من نجوم طبعا منتخبنا الوطني كابتن ابراهيم المصري بعد طبعا مباراه اليوم منتخب مصر والكاميرون، والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلام حامد، بشكرك شكرا جزيلا وكل توفيق لعيبه منتخب مصر.